نصيحة إلى أخواتنا المصليات. هذه النصيحة تكمن بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. على المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى في بيتها وفي أولادها وفي زوجها. الآن كثر الطلاق وكثر الخلع، وفي الحقيقة أن المرأة إذا خلعت زوجها أو طلبت الطلاق أصبحت فقيرة. كثير من النسويات يشجعن على الطلاق، وتجلس مجموعة نساء وهؤلاء ملعونات على لسان محمد، هؤلاء ملعونات على لسان محمد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من خبب امرأة على زوجها، لعن الله من خبب امرأة، والتخبيب هو الإفساد. ولذلك الآن تعجب امرأة لها 6 أبناء أو 7 أبناء ثم تطلب الطلاق، تقول: والله أنا ماني قادرة أصبر على أخلاقه. سبحان الله، تو الآن شفتي أخلاقه بعد 15 سنة أو بعد 7 سنوات؟ أنا أقول: أخيتي وأختي في الله، لا تصبحي فقيرة بعد أن كنت غنية. الزوج يكسب، الزوج يكدح، الزوج يجاهد في سبيل المعيشة ويكسب على عياله. والآن الموجود عندنا أكثر الاتصالات وأكثر ما يأتينا امرأة فقيرة مطلقة، عندها 7 أبناء وذهبت للمحكمة وأخذت الحضانة، والآن هؤلاء 7 من يكد عليهم؟ ما للأبناء إلا أبوهم. هذه التركيبة كذا. الله خلق الأب يكدح ويكسب ويخرج من أول النهار ولا يعود إلا إيش؟ آخر النهار. أما أنت تريدين أن تأخذي دور الرجل فأنت غلطانة. غلط المرأة تأخذ دور الرجل، ما تستطيع. الأطفال يحتاجون كدح، يحتاجون كسب، يحتاجون تربية. من ينفق؟ من يدفع الكهرباء؟ من يدفع الإيجار؟ من يدفع الماء؟ من يدفع الآن المواد الغذائية بغلائها؟ فلذلك الآن أكثر النساء تتصل تقول لك: أنا والله فقيرة. ليش فقيرة؟ قالت: والله أنا طلقت زوجي، زوجي طلبت من الطلاق. كم عندك؟ قالت: عندي 7 وعندي بيت إيجار. يا أختي اصبري عليه، لو صبرتي لما دخلتي في باب الفقر. والرجل طبعا ما يجلس، الرجل إذا طلق مو راح يجلس، يذهب بسبيله ويتزوج امرأة أخرى ويبدأ حياة جديدة، وهي تبدأ إيش؟ تعاني الفقر وتجلس حتى يكبر أبناءها إلى 15 سنة، لأن الطفل أول ما يولد ما يبلغ إلا بعد إيش؟ فتصبح فقيرة أكثر من 15 سنة. ولذلك على النساء أن تتقي الله وأن تصبر على زوجها، ولها أجر، وعليها أن تحارب إيش؟ الطلاق والخلع. فعلى الإنسان المرأة أن تكون عاقلة، لا تدخل هذا الباب فتتورط. وكم من امرأة تورطت ثم أرسلت لزوجها: هل تعيدني؟ تبي الإعادة الآن، تعرف زوجها تزوج، رجعني. قال: لا خلاص خلاص خلاص، لأنه وجد راحته، وجد راحته، بدل ما يصرف على على عليها وعلى أبنائها وكذا، يعطيهم نفقة محددة للأطفال قررت عند المحكمة، ثم هو الآن بدأ حياة جديدة، وهو الآن يعيش مستمتع بزوجة جديدة. لكن من المتورط؟ المتورط هذه المسكينة. فأنا أقول لأخواتي ألا يدخلن هذه الدهاليز وهذه الأنفاق الضيقة، فمن دخلت فقد تورطت. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.